السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي منهج 2025، أهلا بكم مع حل كتاب الأضواء جيم. إن شاء الله في الحلقات دي هنحاول نشرح ونحل التدريبات بتاعة كتاب جيم صف ثالث إعدادي 2025. امشي معانا يلا خطوة بخطوة وإن شاء الله هتفهم كل التدريبات. بس لو ما كنتش اشتركت في القناة يلا اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. طبعا لو بصينا في صفحة 6 هنلاقي مديني بعد ما اداني الكلمات اداني كلمات اختياري كده عشان يأكد انت حفظت الكلمات وفهمت معناها ولا لا. طبعا عندنا كلمة dictionary يعني قاموس، وعندنا كلمة ruins يعني اطلال او اثار، وعندنا station يعني محطة. طبعا number one بيقول لي ايه are like big old buildings that are all broken and fallen apart. بيقول لي ان ديت مباني قديمة، المباني القديمة دي متحطمة وتقريبا مفككة. طبعا لو بسيط هلاقي كلمة ruins حبايبي بمعنى الأطلال أو الأثر، ruins بمعنى أطلال أو أثر. تعال نشوف number two بلي you can use a to the meaning of difficult words. طبعا احنا ممكن نستخدم a لمعاني الكلمات الصعبة. طبعا بنستخدم حبايبي dictionary بمعنى قاموس، تاني dictionary بمعنى قاموس. تعال نشوف يلا بيج 7 واللي مديها لي على الكولوكيشنز والبربوزيشنز. مديني كلمة one بمعنى فازة، on for take، وعندنا كلمة boring بمعنى ممل. بقولي number one it's important يعني من المهم to a turns when talking in a group. طبعا بقولي من المهم انك ايه الادوار لما تكون بتتكلم في مجموعة، اكيد تتبادل الادوار، وكلمة يتبادل الادوار حبيبي اسمها take turns. تاني take turns. هنشوف number two بقول look there is a flower shop at the corner. طبعا في corner بتاخد حرف الجر on فتبقى on the corner. هنشوف number three بقول I have watched this film three times. انا شاهدت الفيلم ده ثلاث مرات. It's very interesting يعني هو شيق جدا. The opposite of interesting is. طبعا عايز عكس هنا كلمة interesting. طبعا interesting معناها شيق، يبقى اكيد عكسها كلمة boring. boring حبايبي بمعنى ممل. تعال نشوف number four بيقولي I am very happy because I ate the writing competition. بيقولي طبعا انا سعيد جدا لان انا ايه مسابقة الكتابة، اكيد طبعا كسبت. فوستيبي يعني one، وخلي بالكوا حبايبي اسمها one ما اسمهاش one. طبعا حبايبي هنا في language notes مديني الفرق بين كلمة reach و get و arrive التلاتة اللي بمعنى يصل. طبعا انا بفرق بينهم حبايبي ان reach ما بيجيش معها حرف جر بيجي وراها المكان على طول، get بيجي وراها to، اما arrive بيجي مع حرف الجر in or at. in طبعا مع البلاد، اما at مع الاماكن الصغيرة. فلما قال the Suez canal runs through the city before it reaches the sea. طبعا طالما ما جابليش حرف جر فعلى طول بختار كلمة reach. Peter got to Cairo last month. اقول ان بيتر وصل القاهرة الشهر اللي فات. خلي بالك ان انا خدت got عشان to. تعال نشوف مازن arrived in London. طالما جاب لي حبيبي حرف الجر in او at فانا هاخد arrived. طيب arrived in London دي بلد فعشان كده قلت in. لبنى arrived at school. طبعا ده مكان صغير فبالتالي بجيب حرف الجر at. بس خلي بالك بقى حبيبي ان التلاتة ما يجيش معاهم اي حرف جر. لو جي بعدهم كلمة home يعني بيت، او there يعني هناك، او here يعني هنا. لو جاء اي كلمه من الثلاث كلمات دول ما ينفعش اجيب اي حرف جر سواء مع reach او get او arrive. يعني I'll reach home get home and arrive home. نفس الكلام reach there get there and arrive there. طبعا حبايبي مديني الفرق بين كلمه here لما يجي وراها فعل فيه ing وhere لما يجي وراها مصدر. يعني لما اقول انا سمعت شخص او شيء بيفعل شيء، سمعت شخص يفعل شيء او سمعت شيء. قال لي هنا حبايبي كلمة here هيجي وراها فعل في ing هيجي وراها مصدر. طب انا هعرف ازاي؟ قال لي على حسب، لو انا سمعت جزء من الحدث فبالتالي هجيب فعل فيه ing، اما لو انا سمعت الحدث كله فبجيب مصدر. طب نفس الكلام مع كلمة مين؟ حولك مع كلمة سي. يعني ايه سي؟ يارا يعني مولا انا شفت حد بيعمل حاجة، لو شفت بيعمل حاجة كلها من اولها لاخرها بجيب مصدر. طب جزء بس بجيب فعل فيه ing. فانا بقول you can only hear the birds singing يعني انت تقدر تسمع الطيور بتغني. نفس الكلام here she heard the phone ring and went to answer it. يبقى هي سمعت التليفون من اول ما بدأ يرن لغاية ما هي راحت ترد عليه. طبعا عندنا كلمة library. library حبايبي بمعنى مكتبة، واحنا عارفين المكتبة دي هي اللي بستعير او اقرأ. يبقى انا هنا في المكتبة يا اما borrow يا اما
read اي حاجة من الاتنين دول، انما البوك شوب محل الكتب بيبقى باي، يبقى انا هنا الفعل بتاعي يشتري، مش كده بقول I borrowed two books او from the library، لكن my father bought اشترى فاقول على طول بوك شوب. Superlative حبيبي اللي هي صيغة التفضيل من الدرجة العليا، اللي هي ذا حبيبي صفة PST. هنا بيأكد عليا تاني ان انا لو حطيت للاسم ابوستروفي اس الملكية ما ينفعش اجيب ذا قبل الصفة اللي فيها PST، لان الابوستروفي اس بتحل محل ذا. فانا بقول ذا سفينكس ان جيزا is perhaps Egypt's most famous monument. هنا بقى ما ينفعش اقول the most، ليه؟ لان حط Egypt apostrophe s ملكي. طبعا عارفين حبايبي ان love و enjoy بيجوا وراها يا verb plus ing يا اما noun. هنا بقول لي I love watching fish، I enjoy playing chess. طبعا بس مش عايز انسى ان would لو جيت قبل love او جيت قبل like او جيت حبايبي قبل prefer، التلاتة دول قال لي هنا ما ينفعش اجيب وراهم verb plus ing، لا طبعا هجيب وراهم to plus الانفينيتيف، يعني to زائد المصدر. لو هنا بقول مثلا I'd love كنت قلت I'd love to watch fish. تعالى حبايبي نشوف التمرينات البسيطه اللي هو من النهالي دي بقى. بيقول لي the A is open every day، we can read or borrow books at any time. طالما قال لي read و borrow يبقى على طول دي حبايبي library، library اللي هي المكتبه. تعالى نشوف نمبر 2، بيقول لي I like to eat school on time. طبعا هنا بقول انا بحب اروح المدرسه او اوصل المدرسه في الموعد. هقول لك يا ترى هنا جاب لي اي حرف جر؟ هتقول لي لا، يبقى اذا جيت ما تنفعش عشان محتاجه to، جو محتاجه to، arrive محتاجه at، لان ده مكان صغير يبقى ما فيش غير which. تعال نشوف نمبر 3، بيقول لي I enjoy، انا استمتع pretty pictures with bright colors. طبعا بقول انا بستمتع بالصور الجميله بالالوان الزاهيه. طبعا enjoy شكل ما قلنا بيجي وراها verb plus ing or noun او اسم، فبالتالي هختار I enjoy painting. تعال نشوف نمبر 4، بيقول لي when we go to the beach، لما بنروح الشاطئ we can hear the waves، نقدر نسمع الامواج. طبعا حبايبي بنسمع الامواج، طبعا قال لي بنسمع حاجه بتحصل، يا اما هجيب verb plus ing يا اما هجيب مصدر. طبعا هنا مش مدي لي غير الverb plus ing اللي هو crashing، يعني بنسمع تلاطم الامواج. تعالوا حبايبي يلا نشوف تمريناتنا اللي على الفوكاب في بيج 13 صفحه 13. نمبر 1 بيقول بي كيرفول while crossing the street، احترس وانت بتعبر الشارع. كيرفول حريص is similar in meaning، بيقول لي نفس المعنى، يبقى عايز الكلمة اللي بتساوي كلمة careful. طبعا كلمة careful بتساوي حبايبي كلمة cautious، وcautious برضو معناها حريص. تعال نشوف نمبر 2، بيقول لي there isn't a lot of traffic in الاسماعيليه، مفيش مرور كتير في الاسماعيليه او حركة مرور كتير، so there isn't much. طالما مفيش حركة مرور كتير يعني مفيش عربيات واتوبيسات كتير، فبالتالي مفيش ايه كتير، هتقولي مفيش pollution لان الحاجات دي كلها بتسبب تلوث، طالما مش موجودة كتير يبقى اكيد مفيش تلوث كتير. تعال نشوف نمبر 3، بقول لي not is a place where two roads meet، بقول لي هو المكان اللي بيتقابل فيه الطرق. طبعا الطرق بتتقابل حبايبي فين؟ هتقول لي corner، يعني على الناصية، الناصية دي بتبقى تقابل طريقين اتنين. تعال نشوف نمبر 4، بقول لي means something that people build to remind us of an important person or event. طبعا بقول لي حاجه كده الناس بتبنيها عشان يفتكروا بيها، يا اما حدث مهم يا اما شخص مهم، ده طبعا حبايبي بنسميه مونومنت، ومونومنت معناها اثر. تعال نشوف نمبر 5، بيقول I went to bed at my usual time، يعني انا رحت السرير في الموعد المحدد. to get the antonym of usual at the prefix، وانا prefix يعني بادئه. طب ايه البادئه اللي تدينا عكس usual؟ اكيد ان، فتبقى unusual. تعال نشوف نمبر 6، بيقول my new phone is very expensive، التليفون بتاعي غالي جدا. the synonym of expensive، عايز معنى كلمه expensive، قلنا synonym يعني المعنى. طبعا معنى كلمه expensive يعني costly، costly معناها مكلف غالي. طب تعال نشوف نمبر 7، بيقول my uncle، انكل حبايبي اللي هو عمي is very good at sports، يعني كويس جدا في الرياضة، and he is a good at handball. طبعا هنا حبايبي انا عايز اوصف الصفة هي good، فانا عايز حال، انا عايز اقول خاصة في الهاندبول، يعني هو جيد خصوصا في الهاندبول، فبالتالي هقول especially and he is especially good at handball. تعال نشوف حبايبي نمبر 8، بيقول لي a map can be helpful for finding your way in a new place. It's very. طبعا بيقول ان الخريطه دي بتبقى مهمه جدا في انها تساعدك انك
تلاقي طريقك الجديد او تعرف طريق جديد. It's a very يبقى اكيد it's a very useful. useful حبايبي بمعنى مفيد. Number 9 will people like to visit the A of ancient Greece to learn about history. بيحبوا يزوروا ايه في اليونان القديمة عشان يتعلموا عن التاريخ. اكيد طبعا هيزوروا ruins. ruins دي اللي هي الاطلال. تعال نشوف number 10 بيقول لي my grandparents house is far. طبعا البيت بتاع اجدادي بعيد. وخلي بالك حبايبي هنا اللي حط اس ابوستروفي عشان الجراند بيرنتس دول جمع يبقى بيت اجدادي. فبالتالي بيقول لي far is similar in meaning to. عايز نفس معنى كلمة far. قلنا far حبايبي بمعنى بعيد. طيب بعيد معناها ايه؟ هتقول لي معناها distant. distant معناها بعيد لكن near ده عكسها معنى قريب. تعال نشوف نمبر 11 بيقول لي there are eight buildings interesting monuments and lots of gardens. بيقول لي يوجد مباني ايه؟ اثار شيقة and lots of gardens وكثير من الحدائق. طبعا كلها حاجات كويسة فبالتالي لازم اجيب صفة برضو بتدينا ان الحاجات دي كويسة فبالتالي لازم اقول attractive يعني attractive جذاب. تعال نشوف number 12 بيقول لي to get the noun of the verb pollute. عشان نجيب الاسم من الفعل pollute اللي هو يلوث. طبعا عارفين ان انا بزود ION عشان تبقى pollution. pollution حبايبي اللي هو التلوث. طبعا عندنا كلمة noun بمعنى اسم. number 13 بيقول لي let's read this interesting book. تعالى يلا نقرا الكتاب الشيق ده. the synonym of interesting is. عايز معنى كلمة interesting. طبعا interesting معناها شيق. اكيد طبعا هتدينا كلمة exciting و exciting برضو معناها شيق لكن excited حبايبي بتوصف الاشخاص او بتوصف مشاعر الاشخاص او الشخص اللي بيستقبل الصفة. تعال نشوف number 14 بيقول لي this lesson يعني الدرس ده is important it's not essential يعني هو مش ضروري. طالما مش ضروري يعني انا عايز اقول برضو ان هو مش مهم. طيب مهم يعني important. طب غير مهم اكيد unimportant. unimportant معناه مهم. هنشوف number 15 بيقول لي let's go to the nature A and look at beautiful and colorful birds. هنروح اكيد المحمية الطبيعية وكمان هننظر الى الطيور الجميلة الملونة. طبعا المحمية الطبيعية حبايبي شكل ما قلنا اسمها nature reserve. nature reserve. تعال نشوف حبايبي يلا التمرينات الموجودة page 14. شكل ما احنا عارفين بيجيب لي قطعة ويجيب لي كلمات وبيقول لي ضع الكلمات دي في الفراغات الموجودة في القطعة. تعال نشوف عندنا كلمة sports يعني رياضات او تمشي صفة شكل ما قلنا بمعنى رياضي. excited بمعنى متحمس. عندنا كلمة visits يعني يزور وكمان ممكن تمشي بمعنى زيارات. عندنا كلمة botanical. botanical حبيبي بمعنى نباتي. عندنا كلمة عارفين طبعا هي البوتانيكال جاردن. عندنا shopping. shopping طبعا هو التسوق وvisit بمعنى يزور. طبعا حبيبي شكل ما قلتلكو ان طالما مديني visits فيها اس وvisit يبقى هنا بيعتمد على قاعدة. قلنا حبيبي ان في القطعة دي لازم يجيب لي فيها قاعدة من اللي احنا واخدين. we're going to have a tour today يعني احنا هنستمتع بجولة النهاردة. we intend كلمة intend حبيبي بمعنى ينوي. we intend to a the grand Egyptian museum. طبعا intend to بيجي وراها مصدر الفعل. طب احنا ننوي ان احنا ايه؟ هتقول لي ننوي ان احنا نزور فبالتالي حبايبي هقول visit. تاني هقول visit. طيب بيقول لي it opens at 8 a.m. بيفتح الساعة 8 صباحا. I'm sure we will be a to see the wonderful monuments there. يعني متأكد ان هنكون ايه عايز صفة بقى اهو لما نشوف الاثار الرائعة هناك. اكيد طبعا we will be excited. وقلنا حبيبي كلمة excited بمعنى متحمس. will be excited. طب تعالى نشوف we will also go to the A gardens. هنروح ال A gardens. خلاص بقى حفظناها. حفظنا الكولوكيشن دي كلها على بعضها اسمها botanical. botanical garden يعني الحدائق النباتية. طيب بقول my friend طاهر won't come with us. صديقنا طاهر مش هيجي معانا because he's going to the East Center to do his favorite sport as usual. رايح فين عشان يمارس رياضته المفضلة؟ اكيد طبعا رايح النادي الرياضي او المركز الرياضي فبالتالي هقول sports center. طبعا sports center حبيبي اللي هو النادي الرياضي او المركز الرياضي. لاحظ بقى ان sports هنا طلعت صفة ما طلعتش اسم بمعنى رياضة. تعال حبيبي يلا نشوف سؤالي الاختياري بيقول لي there is a place where you can see beautiful fish. ايه المكان اللي تقدر تشوف بيه اسماك جميلة؟ طبعا اسمه aquarium. واكواريوم يعني متحف الاحياء المائية. تعال نشوف number 2 بيقول لي the suffix a gives the adjective
of the noun piece. هنا لازم اكون عارف adjective يعني ايه، يعني صفة، وناون يعني اسم. الاسم هنا كلمة peace، طب انا عايز منه صفة. الصفة من peace، شكل ما قلنا peaceful، و peaceful بمعنى امن، و peace بمعنى سلام. طب تعال نشوف نمبر 3، بيقول لي there are many monuments and ruins in Luxor، يعني في اثار واطلال كتير فين؟ في الاقصر. The word monuments here refers to a things and buildings، بتعود على المباني والاشياء الايه، اكيد طبعا historical، وكلمة historical بمعنى تاريخي. تعال نشوف يلا نمبر 4، بيقول لي a knot is a large area of water with land around it. خلي بالك بقى، دي منطقة كبيرة من الماء، ومنطقة من الماء ويحيط بها الأرض من جميع الجهات. طبعا دي عارفين ده تعريف ليك، يعني ليك حبيبي البحيرة. تعال نشوف حبيبي نمبر 5، بيقول لي the A is a place where you can borrow, save or exchange money. خلي بالك انت ممكن تقترض منه فلوس، وممكن توفر فيه الفلوس، وممكن تتبادل فيه الفلوس او تغير فيه الفلوس. طبعا عارفين ده حبيبي ومين؟ بنك، البنك. هنشوف نمبر 6، بيقول لي there are many attractive buildings and lots of gardens in New Lalamein city. The word attractive means، عايز معنى كلمة attractive، بيقول ان في مباني جذابة وكتير من الحدائق في مدينة العالمين الجديدة. عايز معنى بقى جذاب اللي هي attractive، شكل ما قلنا قبل كده معناها beautiful، وbeautiful حبايبي بمعنى جميل. تعال نشوف نمبر 7، بيقول لي to get the adjective of help، يعني عشان تجيب الصفة من كلمة help we can add the suffix، وقلنا حبايبي suffix بمعنى ناهية، يعني مجموعة الحروف اللي بتيجي في نهاية الكلمة. طبعا عشان اجيب الصفة من كلمة help بحط لها helpful، helpful حبايبي بمعنى مفيد او متعاون. طب تعال نشوف نمبر 8، بيقول لي on Fridays early morning، يعني ايام الجمعة الصبح the streets are very peaceful، يعني الشوارع بتبقى آمنة. The synonym of the word peaceful، عايز معنى حبايبي كلمة peaceful، وpeaceful بمعنى هادي، وهادي هنا معناها quiet، quiet بمعنى هادي. تعال نشوف نمبر 9، بيقول لي the antonym of the word close is، طبعا عايز العكس بتاع كلمة close. طب ليه قلتها close وما قلتهاش close؟ هقول لك حبايبي على حسب، لو هي فعل بقول عليها close، اما لو هي صفة فبقول عليها close. طبعا هنا مش عايز المعنى، هو عايز العكس، عكس قريب طبعا distant، distant حبايبي بمعنى بعيد. تعالوا نشوف يلا نمبر 10، بيقول لي ايه means cars, lorries and motorbikes that use a road، طبعا وسائل المواصلات اللي موجودة في الطريق دي بقول عليها حبايبي traffic، ترافيك يعني حركة المرور. تعال نشوف نمبر 11، بيقول لي I left home earlier than usual، يعني أنا سبت البيت مبكرا عن المعتاد. The synonym of the word usual، عايز معنى كلمة usual اللي هو معتاد، يا ترى هي normal معتاد، ولا strange غريب، ولا unusual غير معتاد، ولا straight مباشر؟ أكيد طبعا normal، ونورمال معناها معتاد. طب تعال نشوف نمبر 12، بيقول لي a large park or open area where scientists study plants and trees and people can visit is called in. واللي دي حديقة كبيرة ومفتوحة، منطقة مفتوحة العلماء ممكن يدرسوا فيها النباتات والأشجار، والناس ممكن تزورها كمان. طبعا أكيد دي اسمها botanical garden، يعني الحديقة النباتية. Thank you very much for watching، يا رب تكونوا استفدتوا بالحلول دي وفهمتوا ليه حلناها. لو عجبك الفيديو يلا اللايك الجميل بتاعك، وكمان اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. استنونا في الجزء الثاني من حل الدرس الأول، واللي هنتكلم فيه عن how to give directions، وبعد كده نكمل حلولنا بتاعة الدرس الأول والثاني إن شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.